خلقنا عده فرص تسجيل، سجلنا هدف، كلنا يعني قريبين من تسجيل الهدف الثاني، ولكن دائما كانت هناك كرات مرتده. يعني تدبيرنا للشوط الثاني كان الحمد لله جاب نتيجه ايجابيه، واظن بانه هذه المباراه اكيد انتهت بالتعادل، ولكن ما زلنا عندنا حظ ان شاء الله في المباراه الثالثه ان شاء الله. نقاط الان في رصيد الفريق الوطني، كيفاش غادي ممكن نسيروا المجموعه؟ كيفاش غادي ممكن اننا نتاهلوا بهذه النقطتين؟ فاظن ما عندناش يعني شيء اخر الا انتصار في المباراه الاخيره، بالرغم من الفريق المنظم، ولكن اظن بانه هنا ما كيبقاش فريق منظم او فريق يلعب في ميدانه. الفريق الوطني يمكن اثبت يعني بالعناصر اللي دخلت في الشوط الثاني بانه قادر الى تلعبوا بنفس الروح، بنفس القتاليه، بنفس الحماس، ممكن ان نشجع ان شاء الله هذا الفريق. التعادل هنا رشيد الطوسي، اي مستقبل للفريق الوطني في كاس افريقيا؟ فاظن بانه سبق وان قلت في السؤال بانه المستقبل ماشي هو رهين 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 بمباراه واحده، المستقبل رهين بدوره، والدوره لسه ما انتهتش، ما زال عندنا امل، فالامل دائما سوف ندافع عنه. شكرا رشيد الطوسي. اذا الامل